اسمح كده لي عبر مرة الهاتف ثانية. ارحب بالاستاذ عبد الله السويد، وهو نائب رئيس مجلس اداره نادي التعاون. استاذ عبد الله، مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخوي رجاء، حياك الله، ومسي على الساده المشاهدين. واعتذر اخوي رجاء انه ما انا قدام الشاشه، فما انا شايف الضيوف طيب من يكونون. ضيفي عبد الكريم الفالح، مدير تحرير صحيفه الاقتصاديه. اهلا وسهلا اخوي اهلا عبد وسهلا. الكريم، يا اهلا وسهلا. طيب استعداداتكم اولا ليوم غد، لاننا عندنا اسئله اخرى، لكن استعدادات مباراه الغد ترى والله بإذن الله الاستعدادات على أكمل وجه، والمعنويات إن شاء الله مرتفعة، واليوم في التمرين كان في حضور شرفي وجماهيري كبير، وبإذن الله احنا جاهزين إن شاء الله لحصد 3 نقاط إن شاء الله. طيب أنتم مباراتكم أمام فريق وغريم تقليدي، منافس تقليدي أفضل، نعم. وفي المقابل مباراة أخرى تعنيكم في الرياض، مباراة القادسية مع النصر. بالتأكيد احنا لن ننظر مباراة القادسية والنصر، احنا بإذن الله سنضمن بقائنا بأيدينا إن شاء الله من خلال أستاذ الملك عبد الله بن عبد العزيز بريده إن شاء الله، سنحصد 3 نقاط بإذن الله، ولن ننظر نتيجة النصر والقادسية. تشعر أنكم وضعتم في موقف صعب طالما أنكم في قبضة الرائد، واسمح لي على هذا التعبير، كونها المباراة الأخيرة وأمامكم رغبة الفوز فقط والمنافس التقليدي لكم، يعني وضعتم في موقف صعب؟ ربما تكون لها طعم اخر اخوي رجل، ما بنا ننظر الجانب السلبي لها، ممكن يكون طعمها سيستمر على مدار سنوات وسنوات، لان بقينا على اكتاف شقيقنا نادي الرائد. طيب قبل قليل كان معنا رئيس نادي الرائد شقيقكم نعم. الاستاذ فهد المطوع، قال انه يعتب كثيرا على ادارتكم لانكم رفعتم التذاكر الى 500 ريال، يتحدث عن المنصة. نعم، هذا صحيح. اولا اخوي رجاء انا ما ادري يعني هل سبق انت جيت مثلا الاستاذ الملك عبد الله ودخلت المنصه؟ لا، للساده المشاهدين توضيح انه منصه مدينه الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضيه في بريده تحتوي على 100 مقعد فقط. ال 100 مقعد هذه جميع الاعلاميين اللي معاهم بطاقه دخول اعلاميه يحق لهم الدخول بدون تذاكر، هذا اولا. ثانيا العمليه استثماريه تجاريه بحته بزياده دخل المباراة، طبعا هذا يحق للنادي المستضيف ان يضع السعر اللي يراه مناسب للمباراة. طيب وسبق اخوي رجع على فكرة ان السعر هذا ما وضعناه في عدد من المباريات سواء الموسم هذا او الموسم الماضي. طيب بس استاذ عبد الله، هو نفس الملعب الذي لعبت عليه مباراة الذهاب ومباراة الذهاب على ارض شقانا في نادي الرائد. اسمح لي، والاستاذ فهد كان قد تحدث عن انه تم بيع التذاكر ب 300 ريال، لماذا هذا الرفع الى 500؟ طبعا هذا الموضوع يرجع لهم هم، يعني كل فريق مستضيف يحق له ان يضع الرقم الذي يراه مناسب. الاشقاء في نادي الرائد ممكن راوا 300 ريال كان سعر مناسب بالمنصه، لكن احنا لنا وجهه نظر اخرى انه 500 ريال هي حتكون السعر المناسب لمثل هذه المباراه المهمه. طيب على اي حال نتمنى لكم ولشقيقكم الرائد كل التوفيق، ومؤكد اننا يوم غد سننتظر هذه المواجهه. شكرا جزيلا عبد الله سويد، وهو نائب رئيس مجلس اداره نادي التعاون. اخذ تعليقك استاذ الكريم. انا اعتبر انه التعاون هو اللي وضع نفسه في هذا الموقف، مثل القادسيه يعني، ليست انه الجدول ظلمه بانه وضعه مع الرائد في اخر مباراه ومن ثم مع الاتفاق. لا، هي التعاون مع الرائد فقط. إيه، الرائد اللي بيقابل التعاون وبعدين الاتفاق. صحيح، مباراة مؤجلة. إيه، التعاون هو اللي وضع نفسه في هذا الموقف. مثل القادسية كان مفروض من البداية أنه يقدم مباراة جيدة ونتائج جيدة. طيب هل حتى ترى مناسبا يخرج من الخطر أن يعطى النادي حق رفع التذاكر إلى 50%؟ أنا أشوف زي ما قلت لك رجاء أنه يتم وضع آلية لتفادي المشكلات. شون آلية؟ هم قايلين أنه من حقك تأخذ آلية 50%. آلية معينة بأنه حتى يمكن أنه يلغى هذا الشرط أنه من حقه أن تحدد أن يعني يرفع. الأسعار تحدد طيب. أقل من 50% أنا أشوف يعني.